شهد المجلس الأعلى للثقافة انعقاد مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل بدء مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية والفرق المشاركة والمكرمين وأماكن العروض ومواعيد إقامته وورش العمل التي تتخلله. وخلال المؤتمر تم عرض فيلم تسجيلي عن مهرجان سماع الدولي في الدورات السابقة والتي أصبح لها مكانة دولية على مستوى العالم، ولوحة الشرف التي تضم أهم الشخصيات المكرمة. بنؤكد على جوهر الأديان، المحبة والتسامح والسلام واحتضان مصر كافة الأديان بغض النظر عن العرق أو الدين أو اللون، ونرسل فعلا رسالة إلى العالم كله مش بالكلام ولكن بالفعل وبالثقافة وبالفن من خلال مهرجان سماع وملتقى الأديان اللي هو من 22 سبتمبر إلى 28 سبتمبر. 22 الافتتاح الساعة 8:30 في مسرح السور الشمالي، والختام وملتقى الأديان برضو في الختام 28 سبتمبر مسرح السور الشمالي بالبوابة الفتوح الساعة 8:30. ما بين ده وما بين ده فعاليات في بيت السناري وفي قبة الغوري. حقيقة هذه الدورة متميزة إن شاء الله، لأنها فيها أكتر من لقاء وأكتر من مناسبة. بتتزامن هذه الدورة مع المولد النبوي الشريف في منتصف الفعاليات، وبتقام ورشة دولية بهذه المناسبة بتجمع كل الدول الإسلامية المشاركة للاحتفال بالمولد النبوي، وده هيبقى يوم 26 إن شاء الله.